قصة الحمار الذي وقع في البئر. كان في سالف الزمان وقديم العصر والأوان، يوجد قرية بعيدة جدا في منطقة هادئة، فلا يسمع فيها ضجيج أو صوت لصغير أو كبير. كان الأهالي يحبون بعضهم البعض، ويعطفون على بعضهم البعض، ويتعاونون فيما بينهم، فقد كان الجميع يحمل قلبا طيبا، فلا يحاول أحدهم إيذاء الآخر. وكان معظم أهالي هذه القرية يعملون في الزراعة، وبعضهم يعمل في نقل البضائع من قريتهم إلى القرى المجاورة، وكانوا جميعا يمتلكون الأحصنة والحمير لنقل البضائع والمنتجات، وكان لديهم آبار يعتمدون عليها في الحصول على الماء، وكانوا جميعا يتعاونون على حفر الآبار الجديدة قبل جفاف الآبار القديمة، حيث كان احتياجهم للماء ضروري جدا ليشرب منها حيواناتهم وفي ري مزارعهم أيضا، وكانوا يحتاجون الماء في تنظيف الثياب وأيضا في المطبخ وغسل الأواني. وقد كان ماء البئر دائم البرودة وعذب جدا، وقد اتفقوا على أن يقوموا بردم البئر القديم بعد مرور عدة أيام، وكانوا يتسامرون فيما بينهم بقصة الحمار الذي وقع في البئر العام الماضي بعدما جف من مائه. ففي يوم من أيام الصيف شديد الحرارة، وضع أحد الفلاحين بضاعته فوق ظهر حماره الكبير في السن، فوقع الحمار على الأرض لأنه قد أصبح عجوزا جدا وغير قادر على أن يحمل أمتعة صاحبه الفلاح، فقام الفلاح بحزم أمتعته ووضع الحمار العجوز في الإسطبل، فوجد نفسه قد تأخر على العمل وتسليم البضائع، فذهب مسرعا ونسي تماما أن يضع للحمار الماء، ولم يلتفت إلى عطش الحمار، فبدأ الحمار يصرخ بصوت مرتفع ليعبر عن عطشه، متمنيا أن يسمع أحد ويحاول أن يسقيه، فظل يصرخ ويصرخ ولا من مجيب لتوسلاته العالية. وبعد مدة قصيرة من الصراخ المتواصل استطاع الحمار أن يفر هاربا من الإسطبل، وذهب من ناحية البئر ليروي ظمأه، فمشى ناحية البئر القديم ليحاول أن يروي عطشه ويشرب منه. ولأن البئر قد جف فقد أدلى الحمار نصف جسده العلوي كله ليحاول أن يصل إلى الماء، لكنه وقع في البئر وبدأ يصرخ ويستغيث ويعلو صوت نهيقه، منتظرا أن يسمعه أحد من الأهالي وينقذه. وبعد الصراخ المستمر سمع أهالي القرية صوته، فذهبوا مسرعين وتجمعوا جميعا حول البئر الجاف، وبدأ همس الأهالي حول قصة الحمار الذي وقع في البئر وما قد استهلكه من الجهد والمال والوقت في إخراجه بعيدا عن البئر. ظل أهل القرية في انتظار رجوع صاحب الحمار المحبوس داخل هذا البئر ليسألوه عن الحل، ويعرفون منه ما هي الطريقة التي يستطيعون بها إخراج الحمار. وعندما غيب الشمس رجع صاحب الحمار، واستقبله الأهالي بأخبار حماره، فحزن صاحب الحمار حزنا شديدا وسأل عن الحل ليخرج حماره من البئر، فأعطاه أحد الشباب المشورة بإنقاذ الحمار. قال الرجل صاحب الحمار: لا أستطيع أن أتكلف كل هذا المال والمجهود والوقت لأجل إنقاذ الحمار، فقد أصبح لا يفيد بسبب تقدمه في السن. كذلك وبعد المباحثات والمحاورات في أمر قصة الحمار الذي وقع في البئر، اتفقوا بالإجماع على ردم البئر وبداخله الحمار، لأنه أصبح عديم الفائدة ولم يستمع لتوسلات الحمار والاستغاثات الصادرة منه، فقد أخذوا قرارهم ولن يبعدهم عنه أي توسلات، فما النفع الذي قد يعود عليهم من مجرد حمار عجوز؟ وبالفعل بدأ الأهالي في ردم البئر وإهالة التراب فوقه، وأثناء قيامهم بالردم انقطع صوت الحمار وتوقف عن الاستغاثة، ولم يسمع أحد من الأهالي نهيقه أيضا، وفجأة بدأ الحمار يبتعد عن تجمعات التراب الذي يلقيه الأهالي داخل البئر، وقام بالقفز فوقه ويبتعد مرة ثانية عن كمية التراب الأخرى الملقاة عليه في البئر ليقفز فوقها هي الأخرى. وظل الحمار في قصة الحمار الذي وقع في البئر على هذا الحال، يبتعد ويقفز فوق أكوام التراب إلى أن اقترب من فوهة سطح البئر الجاف المرضوم. كذلك فرح الحمار بنجاته وقفز سعيدا خارج البئر ونظر لصاحبه في سرور وبهجة،
خجل صاحب الحمار من نظرات حماره، وبدأ يبكي ويلوم نفسه على خيانته لحماره وعدم احترامه لخدمة الحمار له مدة طويلة من الزمن، ولم يحاول أن ينقذه أو أن يرد له جميل خدمته له، بل أراد التخلص منه بدفنه حيا خوفا من التكلفة التي سيقوم بها لإنقاذه. قصة الحمار الذي يحب الغناء. في بلدة صغيرة جدا يعمل أهلها بالزراعة وتربية الحيوانات، كان هناك فلاح بسيط يحب عمله كثيرا. كان لديه مجموعة من الحيوانات، كان هذا الفلاح يملك حمارا. هل قلت حمار؟ نعم كما توقعت، فاليوم سأحكي لكم قصة الحمار الذي يحب الغناء. كان هناك حمار يحب الغناء كثيرا ولا يحب أعمال الفلاح المعتادة، فكان يتملل منها دائما ولا يعمل مع الفلاح البسيط الذي يحب حيواناته كثيرا. كلما أراد الفلاح مصاحبة الحمار معه في عمل كان يتكاسل الحمار ولا يخرج معه إلى الحق، كما أنه يحب الغناء واللهو واللعب ويميل كثيرا إلى عزف الجيتار والغناء. لم يترك الفلاح البسيط الحمار يتمادى في كسله، فقد كان الفلاح يعتمد بشكل كبير على حيواناته، فهم يساعدوه في كل أعماله، وخصوصا ذلك الحمار، فقد كان يحتاجه كثيرا لمساعدته على حمل الأمتعة ونقل الخضروات. في ذات يوم أجاد الفلاح الحمار كثيرا، فقد أودع إليه الكثير من الأعمال الخاصة بحمل الخضروات والأمتعة، بالإضافة إلى العمل بطحن الحبوب على الرحى. فأحس الحمار هنا بأنه مضطهد، فقد تعب كثيرا في هذه الأعمال وهي ليست له، فهو يحب أن يغني ويعزف بالجيتار. قال في قرارة نفسه: أنا فنان وهذا الفلاح لا يقدرني ويستنفذ طاقتي في أعمال الحقل والرحى، وأنا لست أهلا لذلك. وهنا فكر ذلك الحمار المتعب بالهرب من هذا العمل الشاق الذي لم يعد قادرا على تحمله أكثر من ذلك. وعندما جاء الليل وحل الظلام قام الحمار بالتسلل من تلك المزرعة الصغيرة متوجها إلى المدينة الكبيرة حتى يحقق رغبته بالغناء، وتصبح قصة الحمار الذي يحب الغناء ذات نهاية سعيدة. في طريقه إلى المدينة ظل الحمار يفكر في المجد الذي ينتظره في تلك المدينة الكبيرة وكيف أنه سيصير مغنيا ناجحا ومشهورا. شعر الحمار بالسعادة والسر وأكمل طريقه وهو يغني ليستمتع بصوته الجميل. في طريق الحمار إلى المدينة قابل ديكا حزينا واقفا على سور الحديقة، فوقف الحمار يتساءل عن سبب حزن هذا الديك، فقال له الحمار: ما بك أيها الديك؟ حزين ومهموم، لماذا أنت عبس جدا هكذا؟ فنظر إليه الديك الحزين وقال: إن صاحبي سيقوم بذبحي، وذلك لأن سني أصبح كبيرا جدا ولم أعد قادرا على القيام بدوري في الصياح وإيقاظه مبكرا. أنا الآن أصبحت كبيرا جدا فلم يعد لي أي قيمة في هذه المزرعة، وسيكون مصيري الذبح، لقد انتهى دوري الآن وأصبحت بلا جدوى. فقال له الحمار متحمسا: لا عليك يا صديقي، ماذا لو انضممت إلى فرقة الموسيقية الجديدة؟ سأقوم بعمل فرقة موسيقية وصوتك جميل، يسعدني أن تنضم إلي، فأنا أمتلك موهبة الغناء والعزف على الجيتار، وأنت صوتك رائع وحنجرتك ذهبية. فوافق الديك على طلب الحمار ومشى معه سعيدا بكونه أصبح جزءا من فرقة الحمار الموسيقية. صار الديك والحمار مسرورين وتصحبهم أحلامهم الوردية المليئة بالشهرة والتصفيق والمال. قابل الحمار والديك في طريقهم للمدينة قطا وكلبا كانوا قد فروا هربا من ظلم صاحب المزرعة التي كانوا فيها. قص الحمار والديك كل منهم قصته على الكلب والقط واستمعوا إلى قصتهم أيضا، وطلب الحمار منهم أن يصبحوا جزءا من فرقته الموسيقية، فوافقوا على الفور. وفرح الحمار كثيرا بفرقته الموسيقية الجديدة والتي ستشعل المدينة فور وصولهم إليها. كما قال لهم الحمار: أنا بارع في الغناء وعزف الجيتار، وعلى كل واحد منكم اختيار آلة موسيقية يعزف عليها، وبهذا يكون قد اكتمل فريقنا وسنسير سويا ونجني المال ونصبح أثرياء مشهورين. ساروا في طريقهم يغنون ويمرحون إلى أن وصلوا إلى الغابة. رأى الحمار كوخا صغيرا داخل الغابة فطلب من هم أن يذهبوا إلى الكوخ ويعرفوا من هو. ذهب أصدقاء الحمار إلى الكوخ ليستسقوا أمره، وعندما ذهبوا إليه
وجدوا به 3 ذئاب قد سرقوا الطعام الجالسين بالكوخ ليأكلوه ويحتفلوا به. هنا قرر الحمار وأصدقاؤه أن يخيفوا هؤلاء اللصوص ويعاقبوهم على سرقتهم، فقاموا بضرب الأبواب بأرجلهم، وقاموا بإصدار أصوات مخيفة مما أخاف الذئاب ودفعها للهرب وترك الكوخ. هنا أخذ الحمار أصدقاءه ودخلوا إلى الكوخ وصاروا يغنون ويرفعون أصواتهم بالغناء احتفالا بالنصر على أولئك اللصوص. لم ينتهي الأمر على ذلك، فقد كان للذئاب رأي آخر، حيث عاد أحدهم إلى الكوخ ليرى من بداخله، وعندما فتح الكوخ صدم بجيتار الحمار فأصدر ذلك صوتا عاليا ومخيفا، فزعت الحيوانات جميعا لذلك الصوت، وفتحت القطة عينيها تلمع في الظلام ككرات من النار، كما فزع الذئب منها وفر هاربا وهو يصرخ قائلا: الكوخ مسكون بالأشباح. ومن هنا استقرت الحيوانات سعيدة تلهو وتغني في الكوخ، وقرروا بذلك عدم الذهاب إلى المدينة.